يا بنت ما تاكلي يا بنت، انت الاصل والباقي حلقه وصل والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك؟ ده احنا في احسن حال. يا والله يا صابر زيك يا صابر، ده انا كنت حبيته حب. صدق بالله لا اله الا الله، انا بحبك اكتر من صابر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صابر بقى يا بنت، والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه. يعني انا معيبه يا صابر، بقيت ارض بر. ده دول كله بايد ربنا، ما بيتعبش غير على الصوم والصلاه، وانت ما شاء الله يعني ما بتقطعهاش. ايه ده؟ فرسان جداد. نحتسبه عند الله شهيد. ده لو بركت عليها ينطفي. والنبي اللي تاخدي دي عشان خاطري. مش عايزه. طب اضرب لك طبق شوربه. لا بس بقى. الشاي من يد من اعدمها. ايه الحلاوه دي؟ اوعي ايدك دي. ايه هنفضل كده مضينها مسلسلات تركي؟ ولا في ورقه ما بيننا ولا حتى دبله في ايدي. ايه مالك فايره في حوارك كده ليه؟ انت في حد مسخنك عليا يا بت؟ ايوه شيماء اللي جوايا، وقالت لي كمان ان انت ناوي تقلبها خناقه دلوقتي عشان تزوغ مني. هتكتب عليا يا فاروق ولا اشوف حالي انا؟ اه ده في حد تاني بقى راكب على الخط. سبت وحد واتنين وحياتك. اوبا في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. خش انت جوه اشوفهم انا. يا رؤى الليل دخل، مش وراك شغل ولا ايه؟ يلا روح جاي. يلا الواد ده مضايق في ايه؟ ابن عمك سايق الهبل، وانا بصريح العباره كده بقى جاي لي عريس. اوبا عايزه تدخلي غريب ما بيننا؟ طب افرض طلع شمال يلطنا؟ ده حتى شمال في شمال في شمال ما توديكيش في حياتي. هتجيبك قدام اقول لك نفسي الهاري. انت دارسه في امريكا وعارفه. عارف يا صابر، البت هبه دي زعلانه مني قوي عشان ما خدتش بخاطرها في موته امها. صابر انت معايا؟ بس عادي، هي برضو ما جاتش في موته امي. صابر انت سامعني ولا لا؟ بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه. الله انت بسمعني خالص يا صابر. تبا لسطحيه سكنت عقول البشر، يا دي النيله السودا، يا دي النيله السودا، مش عارفه اتامل مع نفسي لحظه. يا ست الناس طول ما انا قاعد قدامك وباصص لك وبمزاجي، مش لازم تسمعني، انت شايفني، انت فاهمني، انت فاهم، وتعاملي مع وش على انه ريش التكييف. وبعدين في كوبايه الشاي اللي انا طالبها وانا حلو كده فين؟ مالك يا راجل؟ هو انا يعني مش عارف افضفض واخد راحتي معاك بكلمتين؟ انا بقى طبعي كده. خلاص اطلع انا بره. قول لي بقى، عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش كل يوم تصرف 300-400 جنيه، كان زمانك دلوقتي عندك فيلا. يعني انا ما شربتش الحشيش ده، كان زمان عندي فيلا؟ اه. طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ قومي بقى، فز يا بنت اعملي كوبايه شاي. فيلا. كرهتني في الحشيش. تعالى يا غندور. غندور شكله اتسطح. اتفضل الشاي اهو. انت بتعيط؟ ايه يا بت؟ هو في راجل بيعيط؟ امال مالك؟ شويه تراب بس ترفعيني يا حبيبي. طب ثانية واحدة. خفت؟ حاسك بتكتب على بسم الله ما شاء الله، وكمان قوية الملاحظة. أحبك يا ليلى. وأنا بنت فيك. أنا مش هقف هنا تاني يا ليلى. بقف هنا توجع وعينيا بتتطرف. عبده
انت يا بني ادم. ايه سعاده البيه؟ خير يا بني ادم؟ خير يا سعاده البيه؟ عربيتي فين؟ المخابير شاريه عربيتي. ما كانت واقفه هنا؟ ما يمكن يا بيه ولدك الصغير خدها يتفسح بيها شويه يا بيه. الو؟ ما تقلقش يا باشا، عربيتك في الحفظ والسوق. انت مين يا ستي؟ وعربيتي فين؟ لو بلغت البوليس مش هتشوف عربيتك تاني، وانت عارف بقى اللي بيروح ما بيرجعش. جهز 50,000 جنيه وهتاخد عربيتك في مطروح. فين في مطروح؟ عند القهوة اللي عند السوبر جيت. عند القهوة اللي قدام السوبر جيت. سلام يا باشا. دي آخر عملية يا صابر. أنا عايز أخلف حتة عيل أربيه في النور. ومين قالك إن أنا عايز غير كده؟ يا غالي يا بنت الغالي. حبيب قلب الغالي ابن الغالي. شوية كده يا ست الناس. بقولك إيه؟ إيه؟ بقولك إيه؟ ما تيجي نريح لنا ساعة قبل المصلحة دي. لا، أنا حلمي مهدود من امبارح. امبارح إيه بس؟ يا بنت أنت قدامك راجل كامل الرجولة وأنتِ كاملة العنوسة. لو ما عملناش حاجة كامل هيزعل. وأنا ما أقدرش أزعل كامل. والنبي. أيوه. ولا أنا. يا هادي يا كامل! أعوذ بالله. أنا اتجوزت. طب بذمتك إزاي كنت عاوزاني أتجوزك وأنتِ بالمنظر ده؟ لا ده انا بيبقى ليا منظر احلى بكتير لما حد بيحاول يستظرف فبيشوف وش التاني. تحب اوريه لك؟ حاسب يا استاذ. حاسب يا استاذ. يا نهار ابيض رجلك هتتكسر تحتك. اشكركم. هي القهوه اللي هنا فين؟ عند الشيخ اللي قاعد هناك. شكرا. خد بالك من نفسك. صبر. شكرا. غزل البنات يا صبر، غزل البنات. طب تعالى. ها عايز ايه؟ عايزه غزل البنات. لنا واحد. الو. الحمد لله على السلامه يا باشا. مين معايا؟ مش مهم مين معاك، المهم انك وصلت بالسلامه. الله، انت شايفني؟ ما تهونش عليا، سيبك تيجي مطروح لوحدك. انا عايز اغير عطرك. لنا واحد بيض. ها انت جاهز يا باشا؟ جاهز طبعا. طب ارفع ايدك كده بالظرف. طب دقيقه واحده بس. اهو ايه ده؟ لا تقلقش، دول تبعك. ايه يا باشا، ادخل اول يمين اول شمال هتلاقي تلات عربيات في وسطهم عربيه متقطعه. دي عربيتك. المستشار عبد الرحمن. معالي الباشا. اتفضل يا باشا. اتفضل. ألف سلام. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. على وضعك يا جوجل يا ابو التكاتين. لا اله الا الله. في ايه؟ بص جنبك ملك فاروق. ايه ده؟ الى ايامك ترجع كان جنيه ب 12 دولار اهو اطلقت وركب سوبر جيت. الله يسامحك يا انجي.